هو اسمي انا، ماشي انا اللي درت اللي عطيت هذا اللقب راسي. الناس اللي لقبوني بشاكيرة، هو في الاول بدات من المدرسه ومن بعد في الخدمه، يعني بقات وحيت كنشطح يمكن بحال شاكيرة، ستيل ديالي بحال شاكيرة، حتى وجهي واقيلا شويه قريب لشاكيرة، صافي هادشي اللي كاين. وهي فنانه تبارك الله عالميه، وانا حصل لي الشرف انه يلقبوني بشاكيرة. تبارك الله عليها، متقفه وواعيه وكتشطح مزيان، كتغني مزيان وغزيوله. كاين مفاجآت ان شاء الله، كان فيلم، كاين واحد الفيديو، فيديو كليب قريب يتصور، كاين واحد شو جديد غنخرج به ان شاء الله، يمكن يكون نهار العقيقه غنديرو، يعني كاين بزاف ديال المفاجآت.